عبد الملك اروح روحوا لي بروا 18 في الشهر هذيك عواش ويقول لكم بيسك احنا تاع الدرك خبر السلطات العسكريه لا 18 في الشهر روحوا عنده يخبركم واش معناتها 18 في الشهر ما ندخلوا ما راهمش يوقفوا واش يقولوا لنا شي حاجه روحوا عندهم قول لهم قالوا لنا 18 في الشهر هذه واش هي روحوا عندهم مش هكا روحوا قول له غروب 18 ومنترك تجي تلقانا هنا لا ما عندنا ما عندك تخبر واه لا هم اللي الموقع البوست هذا البوست العسكري روحوا ليه سقسيهم نقول لكم شحنا لا نقول لكم احنا تمك مواطن جزائري بالمغرب لا راه عندنا هنا مواطن مغربي وكذا